عن الطموحات والاحلام. بمناسبه الاحلام جماعه، واحنا كنا نحلم من كام سنه يبقى عندنا لاعب من الاوائل، من ثلاثه الاوائل على العالم، واساسا لو كان اخذ اصوات العرب بس كان زمانه نجح. احنا قعدنا 20 سنه نقول عندنا نجوم في الدوري الالماني والهولندي، وفلان الفلاني لعب ربع ساعه في تمهيدي دوري ابطال اوروبا. فانا عايزاكم تتخيلوا دلوقتي احنا عندنا لاعب ممكن جدا قبل نهايه مسيرته مع الكره يكسر رقم نجم كبير جدا، نجم اسطوره زي سواريز اللي يعني انجي ضربت بيه المثل من شويه. هو الموضوع محتاج بس شويه تنظيم، شويه نظام. انت عايز ايه من شغلتك في كره القدم؟ لو عايز تكون عالمي يبقى لازم تتعلم، لازم تذاكر يعني ايه كلمه احتراف، تفهم يعني ايه كلمه احتراف وتفهم مكاسب الاحترافيه. وهنروح بعيد ليه؟ هو رونالدو وهو اصلا يعني وصل للي وصله ده وهو حارم نفسه من كميه ملذات غير طبيعيه، بس اللي هو الشيء لزوم الشيء زي ما بيقولوا. يعني هو عايز نجاح، عايز يوصل، فلازم يكون في حاجه بيضحي بيها. وعلى فكره ده مش في كره القدم بس، اكيد اي حاجه انت عايز توصل لها قدامها في تنازلات كتيره قوي لازم تتنازلها في الحدود. يعني انت عايز تبقى لعيب، لو احنا هنتكلم في الرياضه، عايز تبقى لعيب كره قدم محترف عالمي توصل للعالميه وتكون فخور، اهلك يكونوا فخورين بيك، في حاجات كتيره قوي بقى هنحطها على جنب ملناش دعوه بيها، دي مش سكه لعيبه الكره. وعلى فكره الناس اللي ما بتعملش كده احنا بنشوف بتيجي بدري قوي وبنبقى مستحرمين مستواهم وفعلا مش بيكملوا بسبب برضو الحاجات اللي هم ما بيردوش اللي هم يضحوا بيها. يعني نتمنى ان الفار يجي اليوم اللي نشوف فيه تشكيل منتخب العام يكون فيه 2 أو 3 لعيبه مصريين غير محمد صلاح. طيب تعالوا دلوقتي ندخل بسرعه او نرجع تاني ندخل في اجواء الكانو، وزي ما كنا بنتكلم من شويه الموضوع اللي كان عاجبنا جدا فكره الاصرار والطموح اللي اتكلمنا عنهم عن اسود جزر القمر اللي كافحوا امبارح كل الظروف طبعا وكل التحديات اللي كانت امامهم امبارح بما فيهم طبعا الحكم. كمان في منتخب تاني، منتخب صغير يعني عنده طموح والحقيقه منتخب مكافح جدا اسمه منتخب جامبيا. منتخب جامبيا ده بالنسبه لي ده الكود نيم كده بتاع كلمه الطموح، يعني المنتخب الافريقي الطموح جدا. منتخب جامبيا امبارح عمل يعني عمل مباراه هايله جدا امبارح. جامبيا يا جماعه لاول مره في تاريخها تعمل المستحيل، بتكسب غينيا اللي فيها طبعا نابيكيتا واللي هي صاحبه اصلا التاريخ الطويل في كاس افريقيا. نابيكيتا طبعا يعني كان غايب امبارح عن المباراه وما كانش بيلعب المباراه. نرجع تاني نتكلم ونقول ان يعني جامبيا بتوصل للدور ربع النهائي عشان تبقى جامبيا الحصان الاسود للبطوله. منتخب قوي جدا، منتخب يعني شفنا منه مفاجات الحقيقه وشفنا مفاجات اخرى من منتخبات كانت قويه جدا، منتخبات عظيمه، منتخبات يعني كانت محققه البطوله قبل كده وطبعا ما قدمتش اي اداء مشرف في البطوله او ما كانش عندها حظ في البطوله. يعني خلينا نرجع تاني نتكلم عن جامبيا، وعايز اقول اصرار ايه، طموح ايه، ورغبه ايه اللي موجوده بجد عند منتخب زي جامبيا، منتخب كمان جزر القمر اللي كنا بنتكلم عليه، بجد عندهم طموح واصرار وعزيمه مش طبيعيه. ايه الطموح اللي ممكن يخليك تروح لبعيد بالشكل ده في مرحله المجموعات زي جامبيا؟ كسبوا منتخب تونس احد طبعا اكبر فرق القاره، وامبارح قدروا ان هم يفوزوا على غينيا صاحبه الباع الطويل طبعا في بطولات الكان. يعني برده ممكن ايه اللي يحصل معاهم، ممكن تحصل معاهم معجزه ونلاقي جامبيا في دور نصف النهائي مثلا. بجد شابو ليهم، شابو لجامبيا على اللي وصلوا له، وكان لازم يا جماعه نطلع بدروس مستفاده من جامبيا، لازم نشوف منتخب جامبيا عمل ايه ونحاول ان احنا نطلع بدروس مستفاده منه. بس هو انا حاسه ان كل الظروف قبل ماتش مصر وكوت ديفوار بتقول للعيبه المنتخب ان هي رسائل من السماء، كل اللي احنا بنتكلم فيه كلها فعلا رسائل لينا، كله توقع نيجيريا تكسب تونس وحصل العكس، كتير توقع ان غينيا تكمل وان خلاص بقى تجربه جامبيا اخرها دور ال 16 وسبحان الله برضو حصل العكس. وللاسف في توقعات كتير بتقول ان كوت ديفوار اللي معاه هداف دوري ابطال اوروبا سبيستيان هلير ونجم ارسنال نيكولاس بيبي ونجم اندهوفن سنجاري ونجم ميلان فرانكسي هي اللي هتكسب مصر بسهوله. لا انا عايزه اقول ان هو جه الدور بقى على رجاله الفراعنه ان هم يقولوا ان الكلام ده بالعربي كده
وحي خيال الكاتب، مفيش الكلام ده. احنا في اربع مناسبات يا جماعه قابلنا كاتيفوار وكانت هي بوابتنا للبطوله وكسبناها واخدنا اللقب، وفي كل مره كانت الاعلام بتقول مصر هتخسر، كمان مصر هتخسر سكور كبير. وافتكر قوي قوي منها سنه 2008. المره دي بقى لازم يكون في اكتر من جلسه ما بين الجهاز الفني للمنتخب مع اللعيبه، لان الامور التحفيزيه مهمه جدا جدا في الوقت ده. وبالمناسبه احنا لو كسبنا ماتش كاتيفوار يا جماعه انتوا هتشوفوا منتخب مصر تاني خالص في الفاينل، ده حقيقي شخصيه تانيه خالص، لانه دي هتدينا دفعه يكاد ان تكون هو ده هي دي الصعود. يعني خلاص هو احنا كاتيفوار تعدي على خير بالاداء اللي احنا نفسنا نشوفه من منتخب مصر واللي يليق بالمناسبه على منتخب مصر. وصدقوني هنلاقي منتخب مصر اللي احنا بقالنا كتير قوي بقالنا اسابيع دلوقتي بالنادي بربع شخصيته. ده حقيقي يا نيرفان، عشان كده قلت من يومين لازم مستر كيراش او الجهاز الفني اللي معاه بقى سواء كابتن ضياء السيد كابتن محمد شوقي لازم يكون ليهم دور في الموضوع ده. حتى محمد صلاح بصفته كابتن المنتخب مهم جدا ان هو يقعد يتكلم مع لعيبه الفريق ويكون في كلام واضح ما بينهم وكلام صريح، لازم يقول لهم ان هو لعب قدام الناس دي في اوروبا وان الموضوع مش مرعب، لازم يفهمهم ده، لازم يطمنهم من ناحيه اللعيبه دي ويفهمهم قد ايه ان الموضوع بسيط ومش مرعب. بالعكس المفروض ان هم اللي ينزلوا خايفين من لازم يكونوا نازلين خايفين من محمد صلاح، ويكون في طبعا رقابه قويه جدا على محمد صلاح، وطبعا ده حاجه المفروض ان كل اللعيبه تستغلها. يعني صدقوني فرصه مش هتتكرر، فكره ان الجيل ده يسجل حضور قوي لمصر ويفوز في المباراه دي كمان هيكون يعني حاجه زي كده هتكون في وقتها طبعا قبل ماتش السنغال، ماتش مهم جدا في تصفيات كاس العالم، فمحتاجين جدا احنا محتاجين نكسب الماتش ده. دي حقيقة، واحنا امبارح هيكون مهم جدا، امبارح كنا بنتكلم ان احنا محتاجين روح يا جماعه، احنا بنلعب لعبه جماعيه، مش عايزين اللعيبه اهم حاجه بالنسبه لهم هم يودوا الكره لصلاح وخلاص صلاح يتصرف، ما ده بيؤدي ان صلاح بيضيع كتير. صلاح كمان يمكن خايف على نفسه، هو عنده تجديد عقد مع فرقته، ففي حاجات كتيره قوي يا جماعه احنا بنلعب مع بعض، مش بيلعب ان كل واحد او كل لعيب بيحاول يظهر مهاراته بشكل فردي. عايز اقول ان الجيل ده في لعيبه كتيره جدا جدا يستحقوا التتويج بلقب دولي كبير جدا في مسيرتهم. اتمنى ان هم يكافحوا ان هم يوصلوا لده. 24 ساعه بالظبط ونعرف الاجابه، يا رب اكتبها مصريه، محتاجين جدا جدا يا جماعه نفرح، ومفيش اعز من منتخب بلدنا اللي فرحنا.